شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. حلقتنا لها علاقة بالسنين والأيام واللي حصل في الماضي. الماضي بيتسجل إزاي؟ بطرق كتيرة جدا. ممكن يتسجل بوثيقة، ممكن يتسجل بمشهد، ممكن يتسجل ببطولة صداها يفضل طول العمر. التاريخ له ألف طريقة. التاريخ يعني مش لازم يكون التاريخ السحيق، ممكن يبقى حتى التاريخ القريب من أيام أو من شهور. في طرق كتيرة جدا إن إحنا نقدر نستعيد اللحظة، أفضلها طبعا هي شهود العيان، إنه حد يكون عاش الحدث أو اللحظة. إحنا هنستطلع كتير من المشاهد أو هنشوف كتير من طرق تسجيل السنين والأيام، بس في أحداث مختلفة ومتباينة، يعني حادثة اغتيال، مشهد في فيلم، وذكرى عظيمة. بعد الفاصل نبتدي. من هو النقراشي باشا؟ حبيبتي صفية، يمكن يكون لسنين طويلة كان عندك إحساس بالمرارة، ما كناش حاسين إنه الدولة هتتقبل قبولا حسنا هذه الأوراق وهذه الوثائق. الواحد يبص مين المستفيد. لما ثورة 52 برضو كانت ضد النقراشي باشا، هل وصل بهم الغباء لهذا الدرجة؟ العملية لطفي أو الاسم له دلالة ما كناش خدناه. العمليات المسلحة ضد الإنجليز. أنا ده. أهلاً أهلاً يا رضا. إيه أنت؟ أنا زي ما أنا. زي ما أنت. خالص والله. خليك أجري. اسمك إيه؟ أنت مال؟ رد بلاش لماضة، اسمك إيه؟ اسمي رضا. كانت مذبحة لم يقتل فيها أحد. الحفيدة تدافع عن الجد. عصام أنت هتقف في الكورنر اللي هناك ده، هتشرب سيجارة. النقراشي باشا مضى أكتر من نص شبابه في سجون الإنجليز. بيقلع الأيس كاب، بيقلع النضارة، اكتشف إن هو السقا. طول ما الأرض كانت محتلة مفيش مصري ما اشتركش في الحرب.